بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هناك عجائب كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن خلال يعني هذه اللقاءات الإيمانية المباركة أود أن أتأمل معكم بعضا من هذه العجائب. هناك آيات تتحدث عن الطلاق، ولكن هناك آية كلنا يعلمها: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. هل يتصور أحدكم أن كلمة الطلاق تتكرر في القرآن مرتين؟ سبحان الله، يعني هذا من عجائب كتاب الله. دعوني أتأمل معكم هذه الآيات. الآية الأولى تقول: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، البقرة 227. والآية الثانية تقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. سبحان الله. ولكن طبعا هذا ليس كل شيء، هناك عجائب رقمية أخرى. دعونا نتأمل هذه العجائب في نفس الكلمة، كلمة الطلاق. الآية الأولى رقمها 227، والآية الثانية رقمها 229. فلو قمنا بطرح الرقمين، يعني 229 ناقص 227، يكون الناتج 2. سبحان الله. الطلاق مرتان، وتتكرر كلمة الطلاق مرتين، والفرق بين رقمي الآيتين هو 2. شيء عجيب الحقيقة. سبحان الله. هنا كلمة طلقها تتكرر مرتين، وفي الآية ذاتها يقول تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه المرة الأولى. المرة الثانية: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طبعا هناك أيضا يعني إجراءات تتعلق بالطلاق، عدة المطلقة والتربص والالتزام، التزام المطلقة في بيتها. كلمة يتربصن الخاصة بالمطلقة تكررت مرتين. سبحان الله. دعونا نتأمل. الآية الأولى تقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، البقرة 228. الآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، البقرة 234. حتى كلمة بأنفسهن التي تعود للمطلقات أيضا تكررت مرتين. سبحان الله. في القرآن كله، نحن نتحدث على مستوى القرآن كاملا. وسبحان الله، يعني عندما تأملت هذه الكلمات: الطلاق مرتين، طلقها مرتين، يتربصن مرتين، بأنفسهن مرتين، وكلها جاءت في سورة البقرة التي رقمها 2. سبحان الله. إن الإنسان بالفعل لا يملك إلا أن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.